الشجرة المباركة. أنا شجرة عريقة أعد من أقدم الأشجار التي زرعها الإنسان واستفاد منها. كل ما في مفيد، لذلك أعرف بالشجرة المباركة. أعمر طويلا ولا أحتاج إلى عناية كبيرة مثل باقي الأشجار. ثماري تحتوي على فوائد كثيرة، والزيت الذي يستخرج من ثماري يعد أفضل زيت يستهلكني الناس بكثرة نظرا لاحتوائي على المواد الغذائية المفيدة، فأنا قادرة على شفاء العديد من الأمراض، وأحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية، وأمنح الجسم الطاقة والحيوية. بالإضافة إلى فوائد الغذائية، فإن أوراقي تساهم في علاج بعض الأمراض، ومنظري يجمل المكان ويضفي على الطبيعة سحرا إضافيا، خصوصا أنني دائمة الخضرة وظلالي تنتشر في المكان الذي أكون فيه وألطف الأجواء. أنا من الأشجار التي تستطيع التلاؤم والتكيف مع مناطق وأجواء عديدة، كما يوجد مني أنواع كثيرة، وبعض أشجاري لها ثمار خضراء وبعضها ثمارها سوداء. تتنوع ثماري في طعمها وكمية الزيت الموجودة فيها. ومن جماليات قطف ثماري أني أجمع العائلة ويقطفونني ضمن طقوس ممتلئة بالفرح والبهجة. فمن أكون يا أصدقائي ويا صديقاتي؟ وهل لا حدثتموني عن أشجار بلادي الأخرى؟